خلينا نروح الحقيقة لمنتخب قدم مردود كويس جدا. صحيح يمكن كان خصم صعب قدامنا في الجولتين، سواء الجولة اللي احنا كسبناها هنا في القاهرة بنتيجة 1-0 أو الجولة اللي تعادلنا فيها على أرضهم 2-2. هيكون معانا دلوقتي على شاشة الأهلي في السادسة بيدرو جونزاليس المدير الفني لمنتخب أنجولا. بداية طبعا بشكرك على وجودك معانا وأهلا بيك على شاشة النادي الأهلي. السلام عليكم إيجيبت، سيمبر أونجوست. السلام عليكم، انه لمن دواعي السرور دائما ان اكون معكم. سينيور بيدرو، انت واجهت منتخب مصر في تصفيات كاس العالم مرتين، مره تحت قياده المدير الفني حسام البدري ومره ثانيه تحت قياده المدير الفني البرتغالي بيدرو جونزاليس كارلوس كيروش. عايز اعرف هل لاحظت تطور في اداء المختلف المنتخب او اختلاف في اداء المنتخب في المواجهتين؟ حسنا، في واقع الامر كان هناك اختلاف في المواجهتين، فمصر التي واجهناها في المباراه الاولى كانت مختلفه. إن منتخب مصر في الوضع الحالي لديها لاعبين مهمين جعلوا من الأداء مختلف، وأهمهم هو محمد صلاح، وربما يكون أفضل لاعب في العالم، وأيضا هناك المباراة الثانية كانت مهمة جدا. نستطيع أن نقول أن محمد بنني هو اللاعب الثاني الذي كان يؤدي أداء حسنا، وخصوصا في المباراة الثانية في والمباراة نفسها كان هناك تحول في أداء اللاعبين. محمد النني لاعب يعتبر من الناحية المهارية ومن الناحية التقنية لاعب مهم، وهذا جعل من المباراة الثانية أداء مختلف، فيها أداء مختلف لمنتخب مصر، وربما يكون ذلك نتيجة لإدارة كارلوس كيروش المدرب الجديد لمنتخب مصر. أما فيما يخص الأداء في المباراة الأولى، أعتقد أن الأداء لم يكن بنفس المستوى الذي كان في المباراة الثانية، وخصوصا أن لاعبين لم يكونوا بنفس الكفاءة، وأيضا نستطيع أن نقول أن النقص في اللاعبين الذين كانوا معنا لم يكن في صالح منتخب أنجولا. يهمني أسمع تعليقك. يمكن أن منتخب مصر حاليا هو منتخب متزن، ويعتبر كارلوس كيروش لديه نقاط قوة تتلخص في اللعيبة بصفة عامة، ومحمد صلاح والنني بصفة خاصة.